عشت معه اكثر من 10 سنوات كانت يعني ما اقدر اتكلم عن مرحله الانسانيه يعني في وقت ضيق عن حمد خروصي، لكن تعلمت الكثير من تجربته يعني على مستوى الحياه على مستوى الانسانيه. علمني كيف ان الشعر والقصيده هذه الطويله ممكن انك تخرج بيها ببيت يعني يعتبر عن قصيده. كنت في يوم من الايام ممكن كنت تعرفني مازن قبل 10 سنوات كنت متعجرف يعني اسمع بيتين من قصيده وما اكملها يعني ما كنت اعطي فرصه للناس. حمد خروصي علمني ان الجمال موجود في الحرف الاخير من القصيده. اكتفي بهذا الشيء يعني. هذه القصيده انا كتبتها هدايه له في حياته وتمنيت اني القيها حاله في مسرح، لكن ما صار اني القيها في مسرح يعني. فاقول لي يا صاحبي نكذب على بعض بمزاح ونقول للاشباح هالعمر مزيون، نصحى نوزع جرح ونجمع جراح، وننام كل لا شيء في كان بيكون مثلك نبي من قبل الله قد صاح، السجن أرحم دام للطيش يدعون من قلبه يخرج من السجن مرتاح، في كل حالة أنت مسجون مسجون في عنبرك ما بين في عنبرك ما بين قضبان وتراح، أو في حياتك وسط تمريغة ديون سجنك كبير بسقف أبعد سمالاح، ما هو مجرد طوب بالحزن مدهون، في ذمتي لو جبت 1,000,000 مفتاح بواب حارتكم على الفقر مدفون، خلك مثل وهج اشتعالك بالأرواح أغنى من أحبابك بدخان غليون، من فاي في فكرة تحلق بالجناح، عمرك سمعت بوعي بالقيد مغبون، يا صاحبي نكذب ونكذب والأشباح تسجن بقايا العمر في بيت مسكون. نص جميل يا علي. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب علي الإنساني أو الإنصاني،